مساء النور يا استاذ احمد. اتهامات اتهامات اتهامات. والله هم يعني احنا كلنا عارفين حزب النور وكلنا عارفين الطريقه اللي حزب النور بيفكر بيها. في الحقيقه النهارده حزب النور وجد نفسه في مأزق كبير، وجد ان شعبيته انخفضت بشكل حقيقي، وجد ان حتى التيار السياسي بيهرب منه وما بيصوتش ليه وما بيأيدوش، فحاول ان هو يعني ايه يخاطب ود جماعه الاخوان. فاتجه لفكره انه يستخدم نفس الشعارات والاشاعات اللي كانت بتقولها جماعه الاخوان. طبعا مش غريب على اي حد فينا مين هو اللي اتهم جماعه، مين هو اللي اتهم المهندس نجيب ساويرس انه متهرب من الضرائب، وبعد كده القضاء المصري رد له اعتباره، والراجل يعني من 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 اخلاقه لما القضاء المصري رد له اعتباره وقال ان هو مش متهرب من الضرائب ولا اي حاجه، اتبرع بالفلوس ديت لصندوق تحيا مصر. يعني الراجل كان حصل عليه تقدير جزافي من الضرائب في وقت جماعه الاخوان، الراجل لما القضاء قال له لا يا عم انت ما عليكش الفلوس ديت، الموضوع دوت مش مظبوط، الفلوس ديت اتبرع بيها لصندوق تحيا مصر، وده حق مصر علينا كلنا، يعني دي حاجه ما بنناقش فيها، ده حق مصر. في الواقع الاتهامات اللي من النوع دوت في الحقيقه يجب التعامل معاها تحت بند القضاء. الاتهامات اللي من النوع دوت هي نوع من انواع يعني مش عايز استخدم لفظ غلط، لكن ممكن ان احنا نقول ان يجب التعامل معها بشكل قضائي. هتلجأوا للقضاء.